مرة تانية نروح للميا حمدين عشان نتابع معاها آخر أخبار الطقس بالتفصيل. لميا، ومرة تانية بشكرك يا مصطفى، ونصبح على مشاهدينا مرة كمان ونطمنهم على أخبار الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة. الطقس هيكون حر وراطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري كمان. هيكون مايل للحرارة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. لكن بالليل الجو هيكون معتدل وراطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. ومايل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان بالليل هيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، وفي كمان فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة هتنضم لنا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك. طمنينا على اخبار الطقس النهارده، خصوصا ان في بوادر كده لانخفاض درجات الحراره. بالفعل اليوم هنشهد انخفاض طفيف في درجات الحراره بحوالي درجه عن الامس، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 31 درجه مئويه. هنتاثر بكتل هوائيه قادمه من جنوب غرب اوروبا مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، طبعا مع كتلة دي قادمة من على البحر المتوسط فيها كميات من الرطوبة، بالإضافة كمان امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا ده هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحجب جزء من أشعة الشمس، فبالتالي هتحد من تأثيرها ونحس بانخفاض درجات الحرارة. الأجواء خلال فترات النهار هتكون أجواء مائلة للحرارة على المناطق المطلة على البحر المتوسط، أجواء حارة على محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد. ورغم انخفاض درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلا أن الأجواء هتبقى هناك شديدة الحرارة فترات النهار، لكن زي ما قلنا هيبقى فيه يعني سحب هتحجب جزء من أشعة الشمس خاصة في المناطق الشمالية. مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل هنحس بالفرق الكبير في درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، وهنحس بالأجواء المعتدلة تماما على أغلب أنحاء الجمهورية. بالإضافة كمان مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة هيكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من المحافظات المطلة على البحر المتوسط، طبعا مرورا بمطروح والسلوم، العلمين، اسكندرية، بعض المناطق من البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. لكن طبعا هي فرص أمطار خفيفة والفرصة ضعيفة جدا، لكن يعني وجود السحب ممكن يحصل من خلالها تساقط أمطار خفيفة ممكن نلاحظها في مناطق والمناطق التانية لا. الاجواء الخريفيه دي كمان متوقع ان هي تستمر معانا غدا ان شاء الله الاربعاء، باستمرار ارتفاع استمرار انخفاض درجات الحراره واجواء الخريفيه وجود السحب المنخفضه والمتوسطه وكمان فرص سقوط الامطار. طيب خلينا نطمن الناس محبي الشتاء، هل مش هنشوف موجات حاره تاني مره تانيه وخلاص كده بنودع الصيف، ولا لسه الموضوع مش مستقر لحد الان؟ هو احنا طبعا بنودع الصيف لان احنا خلاص تقريبا بيفصلنا عن بدايه فصل الخريف حوالي يومين، متوقع ان شاء الله يبتدي 23 سبتمبر الجمعه القادمه، لكن وارد جدا يحصل موجات ارتفاع في درجات الحراره ترتفع فيها درجات الحراره، لكن مش هتكون بالشكل الكبير اللي شهدناه في شهر 8 او في فصل الصيف. هتبقى موجه مدتها يوم او اتنين بالكثير ترتفع ارتفاع طفيف في درجات الحراره وتعود مره اخرى للمعدلات، خاصه في النص الاول من فصل الخريف لان هو بياخد بعض سمات فصل الصيف. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في عدد من المحافظات. القاهرة العظمى فيها 31 والصغرى 24، العاصمة الإدارية العظمى فيها 32 والصغرى 23، اسكندرية 29-23، العلمين الجديدة 29-22، مطروح 28-21، ودمياط 30-23، إسماعيلية 32-23، والسويس 31-22. بورسعيد العظمى فيها 29 والصغرى 24، العريش 30-22، كاترين 29-18، طابة 32-24، حلايب 31-27، شلاتين 34-26، شرم الشيخ 35-26، الغردقة 35-25. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 31 والصغرى 21، بني سويف 32-21، الوادي الجديد 37-19، أسيوط 34-20، سوهاج 35-22، وقنا 36-21، الأقصر 36-22، أسوان 37 والصغرى 25. ودلوقتي هنكمل مع مصطفى وهدير ونتابع فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا لك.